هذا سائل يقول: ما حكم من خرج منه أو من أحد السبيلين ولم يعمل ولم يعلم أنه مني أو مذي وتوضأ وصلى؟ المني له علامة، يجد الإنسان لذة بخروجه، خلاف المذي فإنه ينساب بدون لذة. وأيضا المني غليظ، المني غليظ وأبيض أو أصفر، وأما المذي فهو ماء لزج، بينهما فرق.